السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي اخد ملف من اوبن ستريت ماب واوديه للاوتوكاد. طيب بتبدا تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه، وبعد كده بتقول له اكسبورت، تحدد المكان تقول له اكسبورت، فهو بيصدره بامتداد او اس ام. هقول له دلوقتي داونلود، وهقول له دي مثلا هنسميها ماب 3 واقول له داونلود. وبعد كده هروح افتح الاوتوكاد في برنامج انا سطبته اسمه سبيتيال مانجر، هتلاقي رابط اسفل الفيديو، هقول له وريني الباتل، وبعد كده هختار الملف اهوت اهو، وبعد كده هقول له ماب 3. هيبدا يقول لي ايه الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز البيلدينج بس، او عايز الروتس بس زي ما انت عايز، نيكست. وبعد كده تختار هل انت عايزه اوبن لاين ولا 2D ولا 3D زي ما انت عايز. هقول له فينيش، هيبدأ يدخل لي الملفات، ولما يخلص هتقول له كلوز، تبدأ تظهر معاك الخريطة بالشكل دوت. فانت كده دخلت الخريطة من اوبن ستريت ماب للوتوكاد.